تالتة علوم سياسية اتحاد الطلبة. احنا بقالنا 3 ايام في موضوع تسكين الطلبة المغتربين حتى اللي في القاهرة. في 15,000 واحد على مستوى جامعة القاهرة كلهم ما تسكنوش، مع ان مع تأكيد رؤساء المدينة ان الجداول جاهزة وجاهزين للتسكين، بس تعنت رئيس الجامعة دكتور جابر نصار هو اللي موقف الحكاية. فاحنا واقفين هنا، فقرر اتحاد الطلبة تعليق الدراسة والاضراب الشامل لحد تسكين الطلبة المغتربين واللي في القاهرة. انا اسمي محمد عبد المنعم، طالبة في فرقة تالتة كلية اقتصاد وعلوم سياسية. انا من المنصورة، طالبة مغتربة طبعا، وكنت عايزة اجي اسكن المدينة اول يوم. فجيت اول يوم قالوا لنا لا، ما فيش تسكين الا بعد اسبوعين. ففضلنا معتصمين قدام المدينة طول يوم السبت لحد الساعة 6 بالليل. رجعوا قالوا لنا احنا هنسكنكم في مدينه الجيزه. احنا اصلا بنسكن في مدينه بولاق. قالوا لنا هنبيتكم في مدينه الجيزه للصبح، وبكره الصبح تاخدوا شنطكم وتمشوا. كل شويه احنا ما جالناش اوامر عليا من فوق، وجابر نصار يقول لا هسكنكم، لا مش هتسكنوا. كل ده بحجه صيانه ايه والمدينه كلها متهالكه، واحنا بنسكن فيها من اول السنه لاخر السنه، وهي كل الخدمات فيها متهالكه وكل الحاجات فيها لا تصلح للاستخدام الادامي اصلا. لكن الأجمل كلمة لا. طيب، أنا أحمد خلف، رئيس اتحاد طلاب كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. إحنا بنتكلم في خلال بصدد القرار اللي هو صدر من رئيس الجامعة بتأجيل تسكين المدن الجامعية. حابب بس أشرح في نقط موجزة إيه المشكلة المقررة، عشان في ناس فاكرة إن ده سهل وطلبة تسكن. المشكلة إن كلية زي كليتي أو كل الكليات اللي هي مش موجودة غير في محافظة واحدة، نص طلبتها من الأقاليم، ما ينفعش دراستها تبدأ من غير نص طلبة. المشكلة التانية إن الإدارة بتتحجج بعمال الصيانة، في حين إن الجامعة كانت موجودة مفتوحة بقى لأكثر من شهر ونص، كان ممكن كل أعمال السنة تتم. النقطة التالتة إن الجامعة استضافت الأسبوع اللي فات معسكر عن الدستور، سكن في المدينة الجامعية فيه أكثر من 2000 طالب، فلو كان في صيانة مش كان أولى إن الجامعة تعمل الصيانة؟ النقطة الرابعة إن إحنا أصلاً أنت بتتكلم في التسكين ده بعد أسبوعين، ده معناه إن في طلبة مش هتسكن قبل الشهر، إن أصلاً إحنا عندنا نظام غبي في التسكين، هو امتياز الأول ثم جيد جداً ثم جيد ثم مقبول، فكان في طلبة مش هتسكن قبل الشهر. فغير بقى اللي حصل من قلة الأدب مع البنات زمايلنا اليومين اللي فاتوا، 7 ساعات وثمان ساعات على البابا عشان يتسكنوا، مع إن رئيس الجامعة كان وعد إن البنات اللي أوريدي جت من المحافظات هتتسكن، ثم يتقال لهم اللي من الصعيد خلاص هيتسكن واللي من المحافظات الغربية واسكندرية يرجع، ثم في الآخر كلهم يتطردوا ويتحولوا للتحقيق ويتشتموا. فده المفروض بالنسبة لنا إحنا القضية بالنسبة لنا قضيتين، قضية البنات اللي اتهانوا، وقضية اللي ما ينفعش الدراسة تشتغل من غير نص طلبة. إحنا كتحدي إحنا كنا من الأول مع البنات هناك، كان أولادنا الأولى بس إن البنات الموجودة نعرف مسكنة، إن البنات ما باتش في الشارع واتسكنوا فعلا أول امبارح، اتطردوا امبارح. عشان كده إحنا نزلنا النهارده، عشان كده دعينا لتعليق الدراسة، ومشكورين في بعض الأساتذة المحترمين اللي تفاعلوا معانا زي دكتور أحمد عبد ربه ودكتور عبد الحميد نوار وكذا دكتور وقف الدراسة تضامنا مع دعوة الطلاب. دلوقتي جزء المشكلة اتحل إن إحنا لقينا سكن للطالبات اللي هم اللي موجودين هناك النهارده، بس جزء تاني لسه ما اتحلش ومش هنرضى غير ان هم يتحلوا اتنين معاه، ان طالما الجامعه مش قادره ان هي توفر سكن في المزيد يبقى دراسه اتحلت.